ضيفي الشيخ نايف الغانم قال وحدة المجتمع بحكومة إنقاذ وطني. برأيك هذا حل يعني حكومة إنقاذ وطني؟ خصوصا صار لنا يعني الشيخ نايف صار له سنتين يدور على حكومة إنقاذ وطني، وأعتقد خلال هذه الأسابيع أيضا سمعنا هذا الكلام كثيرا. لا، من معطيات الواقع العراقي والتدخل الإقليمي الواضح في العراق، بالتأكيد ستكون ليس إنقاذ وطني، ستكون حكومة إرباك وطني. حقيقة الذي يذهب مع كل تقديري لهذا الرأي، الذي يذهب إلى فكرة الإنقاذ الوطني كالمستجير من الرمضاء بالنار، كمن يبدأ الحلول من سيء إلى أسوأ. أنا أعتقد التفكير بحكومة إنقاذ وطني هي انتحار للواقع العراقي، باعتبار أن هناك قوة مؤثرة ربما تمتلك السلاح، قوة كثيرة لها علاقات إقليمية ربما لا تسمح ببقاء، ولا نريد أفغنة العراق من خلال تشكيل حكومة طوارئ أو حكومة إنقاذ وطني. فإن العراق حقيقة مهيئ لكي يكون نموذجا لأفغانستان أو إلى ليبيا حاليا بعد سقوط القذافي، تحولت إلى يعني دولة ميليشيات وعصابات وقبائل. لذلك لا نريد العراق حقيقة، العراق على علاته وعلى عيوبه وعلى فساد بعض سياسيه، لكنه أفضل بكثير من خيارات الإنقاذ الوطني. فليس طيب هناك إنقاذ وطني بل تدمير وطني. طيب سأعود لك شيخ، لك لك ثلاث دقائق وأمضي سيد كريم دقيقتين على مود أختم. أولا نحن الآن في دولة الإرباك. ليه؟ نحن ليس دولة مستقرة. ليه؟ عدوان سافر على بلدنا وسيادة منتهكة وفساد مستشري وولاءات خارجية مختلفة، وهذا يتهم ذاك وهذا يتهم ذاك. ما هو الإرباك يا ترى؟ هل هذا استقرار؟ هل هناك مؤسسات فاعلة مهنية في ساحة العراق؟ هذا كله الإرباك. حكومة الإنقاذ الوطني التي ندعو إليها هي حكومة وطنية يتخللها أشخاص يحملوا على عاتقهم الولاء لله ثم للوطن ابتداء، ومن ثم يقرر مصير العراق. من سيقودها؟ يقودها خيار كثير. لدينا من العراقيين الأكفاء الذين يحملون الوطن على أعناقهم ويحملون أبنائهم على أكتافهم. لدينا من الرجال والنساء واللادات لأولئك الرجال في ساحة العراق، والتاريخ يشهد. طيب. العراق لا يختفي بهذه العصابات الهزيلة التي لا، مو أنا أتحفظ على كلمة حصابات. أنت تحفظ تعلم، أنا لا أتحفظ بل أكرر أنها عصابات هزيلة استباحت الدماء والوطن والدولة ودمرت العراق. والسيد كريم النوري أشار، نحن نعيش حالة التمزق والتشرذم واللا سيادة والموقف الخشن. تقصد حكومة الإنقاذ؟ تصريحها بدقيقة بس قبل أنت قبل فترة أذكر في لقاء أيضا قلت لي أنه أنا قبل سنتين قبل إيه قلت أنه حكومة إنقاذ جاية بقيادة السيد فالح الفياض. هكذا أنا قلت أنه إيه؟ فالح الفياض إيه؟ ممكن أن يكون رئيس وزراء مرتقب، بحيث أن يجعل من علاقاته الممتدة مع دول الجوار والجوار الجغرافي وأيضا حتى الولايات المتحدة القبول. نعم. لذلك السيد فالح الفياض بهدوئه وحراكه يستطيع أن يحرك ساكن، وسيسعى ليكون رئيس حكومة بدل عادل عبد المهدي الذي سيقال بالإقالة، وهذا طيب. ما قلته في السابق والآن طيب. أطروحتي قالت عادل عبد المهدي واردة، أجلت عدد من الأيام وفترة زمنية، لكن سيقال بالتأكيد في النهاية. وفالح الفياض الآن حتى وتصريح الخجول في البيان الأخير لقيادة الحشد الشعبي الذي قال أن السيد أبو مهدي المهندس غير مسؤول عن الحشد طيب. ولا يمثل رأي الحشد، هذا يعد تناقض في قيادة الحشد بالمناسبة طيب. ويعد تناقض حتى أنا وقتي ضيق جدا المتابعة لرئاسة الوزراء. أنا أقصد في حكومة الإنقاذ الوطني ليس مقترنة بفالح الفياض، تقترن بأي شخص طيب. مدعاة للوطن يستطيع أن يحمل على همومه ولديه يشكل بحكومة إنقاذ وطني من تقنيات ويشكل من قضاة وعسكر في حكومة مندمجة، يشكل على ثرى حكومة حكم محلي تستطيع أن تؤمن الأمان باتفاق مع وزير الداخلية والدفاع لتأمين حالة الانسيابية وتسهيل الأمر للجهات التنفيذية المرتبطة طيب. بهذا العنوان، وتجميد العمل بالدستور وتجميد أعمال البرلمان بمدة مقتضاها سنتين، وتنأى بنفسها عن الانتخابات طيب. لتشكيل مفوضية تستطيع أن تصل بصندوق ديمقراطي يؤمن وصول ما أدري. أنا أحس هذا الموضوع بعيد لا ليس ببعيد ليس